في إطار نشاطات هيئة الإقراء لولاية الأغواط والمنضوية تحت مجلس إقراء التابع لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لذات الولاية، نظمت هذه الأخيرة محاضرة علمية موسومة بطرق ووسائل تثبيت القرآن الكريم وحفظ المتون العلمية من تأطير الأستاذة غالية مخناش. الأستاذة غالية مخناش عضو هيئة الإقراء لولاية باتنا، خريجة كلية الفقه والأصول، والتي هي بصدد التحضير لشهادة الدكتوراه والمجازة في 4 قراءات. تواجدنا اليوم في هذه المكتبة المباركة بإذن الله، كذلك لنجتمع في مجلس قرآني آخر لنتدارس فيه طرق تثبيت القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية الذي كان المدعوون إليه هو أستاذات تعليم القرآن وطالبات القرآن الكريم، وقد استفدنا منه يعني كثيرا. فالخلاصة الكلام هو أن الإنسان يجب أن يحب القرآن الكريم وأن يخلص في تعلمه وتعليمه، والقدوة الحسنة والأسوة الحسنة التي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأساس والمنبع، ثم الأم الصالحة والمناهج السليمة بإذن الله سبحانه وتعالى، لنصل إلى جيل قرآني عامل معلم ومتعلم تكون له الخيرية كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام. المحاضرة شهدت حضورا قياسيا من طرف الطالبات وكذا الأستاذات والأمهات، نظرا لأهمية الموضوع البارزة والخاص بكيفية تثبيت القرآن الكريم والمتون العلمية، حيث صالت الأستاذة المحاضرة وجالت حول أهم السبل في حفظ القرآن الكريم وترسيخه، حيث شهدت المحاضرة العلمية تجاوب كبير جدا من خلال الحضور بطرح العديد الأسئلة والتي أجابت عنها الأستاذة هذا بكل بساطة وإتقان. نظمت هيئة الإقراء لولاية الأغواط في هذه الأمسية محاضرة للشيخة الغالية مخناش من ولاية باتنا، التي جاءت أو زارت ولاية الأغواط لتتفضل بمحاضرة بعنوان طرق حفظ وتثبيت القرآن الكريم والمتون العلمية. استفاد الجمع وذلك بالنظر إلى الحضور المشهود، الحمد لله تعالى استفد كثيرا. حظينا اليوم بزيارة لمدينة الأغواط المضيافة، وفي هذه الأمسية وعلى هامش الندوة الولائية سجلنا نشاطا بالمكتبة العمومية لمدينة الأغواط حول طرق وسائل تثبيت القرآن الكريم. حضرنا هذه الدورة المسائية بإشراف الأستاذة غالية أستاذة التعليم القرآني والقراءات، محاضرة بعنوان طرق تثبيت وحفظ القرآن والمتون العلمية. كان الحضور هائل وحضور مشرف، استفدنا من هذه الدورة كثيرا، وكانت مداخلات الطالبات في صميم. نشكركم على هذه المبادرة وإن شاء الله المزيد من النجاحات إن شاء الله. محاضرة قيمة جدا شهدت حضورا مشهودا، استفاد من خلالها الحاضرات على كل ما يتعلق بالقرآن الكريم والمتون العلمية.